بسم الله، الحمد لله، ولا إله إلا هو، والله أكبر. قل من كان عدوا لجبريل فإنه، هذه الآية الأولى اللي تناولناها، العداوة ضد سيدنا جبريل عليه السلام. بعد الآية التالية سنراها في قادم اللحظات إن شاء الله تعالى، أن العداوة تبدأ متوجهة قبل كل شيء ضد المولى. شوف الناس وين وصلت من التجرؤ على الله. تجي تقول يا ابن الله وحبيبه، وانت بعد في الحقيقه انت عدو له، كيف يتفق النقيضان؟ نسأل الله السلامه في كل الاحيان.